بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وموجهنا وأسوتنا وقدوتنا ومرشدنا محمد رسول الله، أكرم من جاء إلى الحياة فرفع قدر الأحياء، وأشرف من دعا إلى الله على بصيرة فبث الرشد في الضمائر، وبعث الطهر في السرائر، وألقى النور في البصائر، فانقادت له نفوس واستقام على سنته رجال. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على دربه واتبعوا سنته واقتفوا أثره واهتدوا بهديه، فكانوا هم الفائزين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، على مائدة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم نلتقي، ومع هذه السنة الحسنة المتبعة من وزارة الأوقاف بقراءة أمهات كتب السنة، ومع المجلس الثالث والعشرين من مجالس قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه. وأول ما نبدأ به هذا المجلس هو كتاب الله، ومع فضيلة القارئ الشيخ أيمن منصور إمام مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا
استعينوا بالصبر والصلاة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أفضل ما ينشغل به العبد بعد كتاب الله هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم نبدأ المجلس الثالث والعشرين من مجالس قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام مالك نقول: باب نكاح المتعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي ابن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وقال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة ابن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. باب نكاح العبيد. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد أربع نسوة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال الإمام مالك: والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. قال الإمام مالك في العبد: إذا ملكته امرأته أو الزوج أو الزوج يملك امرأته، إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال الإمام مالك: والعبد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد. باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة
وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله، وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته، وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. فقال: لا، والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير 4 أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائفة وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة ابن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. قال الإمام مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. باب ما جاء في الوليمة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ فقال: زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وقال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. باب جامع النكاح. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلاً خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير أفتيا الوليد ابن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم ابن محمد قال: طلقها في مجالس شتى. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لعب، ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع ابن خديج أنه تزوج بنت محمد ابن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل رجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق، فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت
استقررت على ما ترين من الأسرة وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأسرة. فأمسكها على ذلك، ولم يرى رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأسرة على التفضيل. كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: طلقت منك 3 و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له: البتة ما يقول الناس فيها. قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق 1000 ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها 3 تطليقات. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله: أنمره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليه. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، إنها 3 تطليقات. كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، إنها 3 تطليقات. قال مالك:
وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلاً كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها: شأنكم بها؟ فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. قال الإمام مالك: في الرجل يقول لامرأته: أنت خالية أو خلية أو برية أو بائنة، خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات. للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها، أواحدة أراد أم ثلاثا؟ فإن قال واحدة أحلف على ذلك. وكان خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث طلقات، والتي لم يدخل بها يخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. باب ما يبين من التمليك، هي مكتوبة عندك. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر، قال: أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أنا أفعل أنت فعلته. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت فأتاه محمد ابن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: وما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق، فسكت، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر،
فاختصم إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. باب ما لا يبين من التمليك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر ابن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه سئل عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقال: ليس ذلك بطلاق. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك: في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما. هذا ويكمل القراءة الأستاذ الدكتور أسامة مهدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فبإسناد شيوخنا إلى الإمام مالك رحمه الله نستكمل مع حضراتكم قراءة كتاب الموطأ. باب الإيلاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أيما رجل آل من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كان يقولان: في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آل من امرأته
أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولها عليها الرجعة ما دامت في عدتها. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب رضي الله عن الجميع. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر وقف أيضا، فإن لم يفي دخل عليها الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن لها عليها رجعة، لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها، فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. قال: هما تطليقتان، إن هو وقف ولم يفي، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت، وليس له يومئذ بامرأة وليست له يومئذ بامرأة. قال مالك: ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر. فأما من حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. قال مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. باب إيلاء العبيد. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. باب ظهار الحر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها فقال: إنك حها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل تظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال مالك: في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء،
قال مالك: وليس على النساء ظهار. قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة ظهار قبل أن يطأها. قال مالك: لا يدخل على رجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن يفيء من تظاهره. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلاً يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. فقال عروة بن الزبير: يجزيه من ذلك عتق رقبة. باب ظهار العبيد. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبيد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. باب ما جاء في الخيار. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة 3 سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها. قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت. قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق. ففارقته 3. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. قال مالك: في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت 3، وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة، فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا، وإنما خيرتك في 3 جميعا أنها لم تقبل إلا واحدة، أقامت عنده على نكاحها
ولم يكن ذلك فراقا. باب ما جاء في الخلع. باب ما جاء في الخلع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال مالك: في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها. قال مالك: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. باب طلاق المخترعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان ابن عفان رضي الله عنه، فبلغ ذلك عثمان ابن عفان فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عدتها عدة المطلقة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المخترعة مثل عدة المطلقة 3 قروء. قال مالك: في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. باب ما جاء في اللعان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم جميعا فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لأنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنها وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر:
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: قال بن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها. قال: وهذا الذي سمعت. قال مالك رضي الله عنه: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزاوج إحداهن فأصابها، إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها. قال مالك: في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك: في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل، قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها. قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. ويكمل القراءة أخي الجليل النبيل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق، وفقه الله وبارك في عمره وفي عمله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد. بإسناد مشايخنا الكرام إلى الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه نستكمل القراءة. يقول الإمام مالك: باب ميراث ولد الملاعنة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة:
وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. باب طلاق البكر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس ابن البكير أنه قال: طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكح حتى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البقير، فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، فسألهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. باب طلاق المريض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثه عثمان بن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: إذا حطي ثم طهرتي فآذنيني. فلم تحط حتى مرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما طهرت آذنته، فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع
فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحط، فقالت أنا أرثه لم أحط، فاختصمت إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث والبكر والثيب في هذا عندنا سواء. باب ما جاء في متعة الطلاق. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأة له فمتع بوليدة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة. قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. باب ما جاء في طلاق العبد. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنهم فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك. قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه حرمت عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقهم شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. باب عدة التي تفقد زوجها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك: وأن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في صداقها أو في امرأته. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها أو فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق أو أن يطلق لها النساء. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 3 قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة رضي الله عنها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حتى دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال: وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة 3 قروء. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته، فقال: إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.